فرق الإنقاذ في كاتماندو تواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. في أماكن كهذه يتم العثور على الأشخاص المطمورين، لكن بعد فوات الأوان. تم حشد كل قوات الجيش النيبالي تقريباً للمشاركة في عمليات الإنقاذ، وهم منهمكون في أعمال البحث دون توقف، إلا أنهم يفتقرون للمعدات الثقيلة. ممثل الحكومة في مكان الكارثة ويطلب المساعدة الدولية. نحن بحاجة ماسة إلى معدات أفضل، وخاصة البلدوزرات والرافعات وسلالم الإنشاءات، فبدونها لن نتمكن من انتشال جميع الجثث. مساعدة تقنية إذن، لكن تقديم العون النفسي ملح للغاية أيضا، فالنيبال التي تعد واحدة من أفقر بلدان العالم ليست مستعدة لتقديم العون النفسي. فقدت 4 من أفراد عائلتي في هذه الكارثة، لقد قضوا تحت الأنقاض. جثثهم مسجات حاليا في مركز استلام الجثث، وأشعر بالانهيار والحزن. في أماكن أخرى انتقد الكثيرون فرق الإنقاذ بسبب افتقارها للتنظيم. المستشفيات أيضا غير قادرة على التعامل مع الوضع، والمياه الصالحة للشرب لا تكفي، والكهرباء غير متوفرة. أما حجم الدمار في المناطق النائية فما زال غير معروف. هذه هي الصور الأولى المأخوذة من المحافظات التي وقعت تحت تأثير مركز الزلزال. تبدو الأكواخ وكأنها قد انهارت جميعا، أما المنازل فتبدو في وضع أفضل قليلا، إلا أن الطرق قد تعرضت لأضرار شديدة. في مطار كاتماندو وصلت أوائل فرق الإنقاذ الأجنبية، لكن المساعدة لا تصل إلا ببطء شديد، فطائرات الشحن تضطر للانتظار لساعات قبل الهبوط، وذلك رغم أهمية عامل الوقت في عمليات الإنقاذ.